اهلا بيكم معانا في الفاصل، وعرفكم بدعاء العدلي. اهلا بيكي، اهلا يا منوراني. سالي، ميرسي ليكي خالص يا حبيبي. احكي لي بقى، ايه قصه القهوه معاكي وقهوتك معايا؟ ايه قصه؟ احكي لي. الشغف، الشغف. ايوه، رحله البحث عن الشغف. تمام. انت بتحبي وبتعشقي القهوه؟ بالظبط كده. احكي لنا بقى. بصي يا ستي، انا استقلت وقررت ادور على رحله الشغف، تمام كده. ولما عملت تيست للشغف في مكان من الاماكن، اكتشفت ان انا عندي شغف رهيب للقهوه ايه ده؟ يعني ايه اصلا. تيست؟ ثواني ثواني عملت ثواني، تيست للشغف ولقيت ان انا عندي هو في كده؟ اه والله. يعني ايه بقى؟ اشرحي لي. لا بصي، هو زي تحليل شخصيه، بيوصلك ايه اكتر حاجات انت بتحبيها وبتلاقي نفسك جواها. فكان اكتر حاجه انا بحبها وعندي ليها هيستوري وطريقه مختلفه القهوه، واكتشفت ان انا عندي ذكريات ليها من بيت جدتي طب واحدة من واحدة تاني، طفولتي. انتي عملتي فين؟ اصل كل الناس ما بتبقاش عارفة يعني عندها passion بمعنى اصح او شغف لايه، فانتي عملتي ده بصي، فين؟ في كوميونتي مخصوصة للشغف، عشان بس ما يقولوش اسامي الحاجات. هقول لك على كل الاسرار. ايه ده، في كده؟ اه والله في كده. وفي دي مكان، رهيبة. انتي عارفة دي معناها ايه؟ ايوه ده معناه ان لو كل انسان عمل ده هيعرف هو بيحب يعمل ايه ويشتغل في ايه. بالظبط طبعا. وده رحلة رهيبة، دي هتأثر وقت كتير قوي. وهي فعلا أثرت وقت في حياتي، أثرت طبعا. وقت إن أنا في سنتين بقى عندي براند للقهوة، وعملت كتاب ونزل معرض الكتاب ما عشرين شاء عشرين الله. عن القهوة، ولقيت نفسي في دنيا ما كنتش متخيلة حجم الاقتصاد اللي بيقوم على القهوة في الدنيا، وأنا قد إيه بحبها وعندي ليه عيستر. ده موضوع حاجة رائعة. كده أنا يا بجد في 3 دقايق موضوع دلوقتي مختلف. حسيت إن أنا في عالم تاني. إيه هي ده؟ حقيقي في عالم تاني، وخصوصا كمان ان احنا عندنا مقوله بتقول لك ان اللي بتركز عليه بيزيد وينمو، واللي بتعمل له اجنور يعني بيقل وخلاص. اللي احنا بنذاكره وبنحبه وبنلاقي نفسنا فيه بندور عليه وبنعشقه، فبنعمل منه حاجه رهيبه. تحفه تحفه تحفه. ايوه. لا لا لا، هتقولي على موضوع. الكوميونتي دي، هتقولي على المكان الواحد يعرف ازاي طبعا الشغف بتاعه، طبعا. بحيث ان انا اقوله للناس. اكيد ضروري ممكن انا اقول اقوله على السوشيال ميديا. عشان لو هم قالوا لي اوكي ولا عادي. ده اللي هو على فيسبوك ولا على ايه؟ هو مكان بتروحي بتعملي حاجات اونلاين، وبتخشي تيست وبتخشي حاجات تكتشفي نفسك فيها وتعرفي تحللي شخصيتك دي حاجة وتعرفي في يوم ولا بتاخد كذا يوم؟ هو كورس بتاخديه 8 ساعات الكورس كامل، وفي الاخر بتطلعي منه انت عندك شغف بكام حاجه، بتعملي منها ايه، وهكذا. حلو قوي. موضوع قوي شويه. عشان بس يعني الموضوع مهم بصراحه، بس عشان ما نضيعش مجهودها في اللي هي جايه تعمله دلوقتي، موضوع القهوه اتفضلي. بالظبط. بصي يا حلوه، احنا النهارده انا في الكتاب عندي، في احنا عاملين، انا كاتبه عن من كل بلد طريقه قهوه. طيب. كل بلد اتشهرت بطريقه قهوه مختلفه، يعني كل بلد خدت القهوه عملت على حسب عاداتها وتقاليدها طريقه للقهوه. طبعا احنا مشهورين بالقهوه اللي احنا بنقول عليها تركي، بس هي قهوه مصري على فكره يا جماعه. وليه قهوه تركي؟ لان تركيا احتكرت القهوه اكتر من 400 سنه، وتركيا ما بتزرعش القهوه. تمام. احنا المفهوم بتاعنا ربط الاسم بالحضاره دي اللي كانت محتلنا في وقت من الاوقات. انما احنا قهوتنا المصري مختلفه عن القهوه التركي في تحويجاتها وفي طريقتها وفي حاجات كتير مميزه جدا يعني. فاحنا قهوتنا انا شخصيا بحب رهيبة. الحاجات المصريه اكتر. انا دقت القهوه هناك ودقت القهوه هنا. لا قهوتنا، انا دقت حاجات كتير هناك ما عجبتنيش. اسفه جدا، ما حدش انت يزعل مني، استاذه ما حدش انا يقدر ما عجبنيش يقول الحاجات اللي حاجه. هناك خالص. ايوه ده الدونه الشاورما بتاعتنا احسن بتتعمل في المانيا احسن. اهو في المانيا احسن كمان، والشاورما بتتعمل في مصر ليها طعم في المانيا اسمها دونه مع انها تركي، وليها في مصر بتتعمل برضو الشاورما، ولكن في الاخر طعمهم هنا احلى وهنا احلى عن اللي انا دقته في تركيا. ممكن يكون انا حظي كده. لان هم بيقعدوا يقولوا انت حظك، اكيد المحل اللي كانت فيه اكيد مش فاضي، حظي كانش حلو اكيد. بس لا، ده دي خبرتي انا الشخصيه، ان انا لا انا ما عجبنيش بصراحه. بالظبط. فاحنا النهارده هقول لك طرق عملت بيها القهوه من بره، وقعدت لعبت لعب كتير قوي عشان نطلع احلى الطرق. المفروض ان احنا هنعمل قهوه اسمها قهوه بونبون، قهوه اسباني. تمام. القهوه دي عباره عن بتبقى اسبريسو. كملي اشرحي، انا هطلع بس اشرح. اوكي. بتبقى قهوه اسبريسو عليها اللي هو حليب مكثف محلى. تمام كده. فاحنا المفروض هنعمل الاسبريسو عشان نعمل القهوه بالطريقه بتاعتهم اللي هي البونبون دي. تمام. لا انا معلش انا واقفه مضايقتي. لا لا كملي عادي، هتعمل عادي. تمام باينه. انا بس بطيئه شويه طبعا عنك.
بصوا بقى بتتعمل ازاي عشان الجهاز ده بيتباع كده، هو ايوه بسيط قوي قوي قوي. دي هي دي الطريقه المانيوال بتاعت الاسبريسو، وده على فكره الماشينز والحاجات الكتير قوي اللي موجوده ما في بتطلعش الماركت نفس ما النكهه. بتطلعش بنفس النكهه كده، بيطلع احلى كتير. وده التراديشنال زي كل حاجه ما ليها اصل، زي الماشينز كتير برضو اللي بتعمل بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط هنا العين المفروض انها شغاله وهياخد وقته، تتحط على النار والميه بالظبط. تتحط والميه حطيت اوريدي ميه تحت، وحطيت القهوه وكبستها. كانت عندي زمان، كانت عندي هو البراد ده الاصلي بتاع ايطاليا. البراد ده اصلا عندي من كام سنه، من 25 سنه بجد، بتاع مامتي. ما هو شكله انا محتفظه بيه وعتيقه، بس احلى من كل اللي في الماركت، ونفس الكواليتي بتاعته اعلى. حلو قوي، انا محتفظه بيه وجبته معايا عشان نلعب مع جميل. بعض. تمام. وهنعمل قهوه تانية، قهوه بالبرتقال والقرفه. تمام. القهوه دي من جامايكا، ومشهوره جامايكا بيها ان هي قهوه شتوي شويه، لان انت عارفه فكره القرفه في الشتاء بتدفي شويه وبتفرق صح. في الميكانيزم بتاع الجسم، فبرضو هنعملها مع بعض. انا شايف فيها لحد ما ده برتقال، بيتحط فيها، هي بتتعمل القهوه التركي العاديه بتاعتنا او القهوه المصري بتاعتنا العاديه، عشان الناس ما تتلخبطش، لان في ناس بتعملها بسريعه الذوبان، بس انا ما بحبش القهوه سريعه الذوبان خالص. انا بحب القهوه اللي ليها رواسب، لان دي اكتر صحيه للجسم من القهوه سريعه الذوبان. دايما بقول للناس المعلومه دي. فاحنا بنعملها قهوه عاديه وبتتحلى على حسب الرغبه بالظبط. انا هحليها بمعلقه سكر واحده. تمام. دي نفس فكرة القهوة التركي. وبعدين احنا ثانية واحدة معلش. بسم الله بسم الله. القهوة دي في التقديم اللي يعني احنا ممكن نحط معاها من الأول دي قرفة، يعني حاجة بسيطة قوي قرفة، لأن هي وهي بتتقدم بيتحط معاها عود القرفة والبرتقال، ومنزود عليها برتقال وقرفه. هي بتبقى كتير قهوه طعمها حلو قوي. بتتحط بقى ايه على الرمله؟ بالظبط. انا هعمل لك قهوه تركي كمان على الرمله، هتبقى عبقريه جدا، هتعجبك باذن الله. عايزه اقول لك كلهم باصين مبهورين. احنا بنلعب مبهورين، انبهار على عيونهم. انا القهوه بالنسبه لي عشق من نوع خاص وروح مختلفة، ويعني هي بالنسبة لي دايما بنجمع بيها الصحاب وبنجمع بيها العيلة. ولو انت بتحبي حد وجالك اول حاجة بتقولي له ايه؟ مثلا تشرب بيبسي، تشرب حاجة ساقعة، تشرب صح. شاي الغالي، بس بتقولي اعمل لك قهوة، هتاخدي من وقتك شوية وقت وتوقفي ايوه تعملي صح. له قهوة. تمام. برضو نعمل دي كأننا بنعملها مظبوط. عشان ايه؟ انت بتشربي قهوتك ايه يا سيدي؟ انا الحقيقه يعني ما بشربش قهوه. ليه يا سيف؟ ما بشربش قهوه تركي، بشرب اسبريسو. الله. بس لازم اللبن. طبعا. على حسب، هو القهوه كلها استساغه، وعلى حسب ما انت اتعودتي، وكل واحد ليه حالته مع فنجان القهوه. ولو القهوه تركي يبقى معاها لبن، يبقى فرنساوي. الله. احلى كلام. طيب احنا برضو هنحط دي على الرمله، كلهم هيتسخنوا على الرمل دلوقتي. ايوه. انا عايزه اطلع اللي في الفرن، بيتهيالي خلاص. بصوا اللي عايزه اوريكم بس البيضه عملت ايه. تمام. على وش البشاميل، بصوا البيضه. طب ما انا جهزت ادت اللمعه الخطيره دي مع البشاميل. باينه معاك ولا ايه؟ ريحتها جميله. هطلعها. طيب هطلعها. ريحتها خطيره يا سيدي. حبيبتي جميل يا رب. شايفينها ولا اطلعها على طول؟ هطلعها. تديها كده لمعه كده فوق كده ظريفه. انا شكلي لعبت في المايك، معلش انا اسفه صوتي بين. اديتها لمعه حلوه، وفي نفس الوقت قيمه غذائيه، وده المهم. يلا بينا. اوكي. بس القهوه هتاخد وقتها، احنا مستنيين. ما انا اكيد القهوه دايما لازم تاخد وقتها، لان غير كده ما بتبقاش طعمها حلو. لا، من القهوات الجميله جدا القهوه اللي بتتعمل بسرعه، بيقولوا عليها قهوه مسلوقه
او زي فكره الشاي الكشري. اوكي. بيحطوا القهوه في المارج، عليه اللبن، عليه السكر، عليه الميه، وبيشربوها. ده القهوه على السريع. وعلى فكره بتديكي نفس البنفيتس او الفوائد بتاعت القهوه. تمام. الفكره ما فيها ان القهوه كقهوه مفيده، وبتفرق في ميكانيزم الجسم جدا، وبتفرق في النشاط، وبتفرق في حاجات في الحيويه والنشاط والجلد والبشره وحاجات كتير قوي 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 يا سيدي. انا فاكره الوقت الوحيد اللي كنت نفسي في القهوه بطريقه مش عاديه. بطريقه غريبه عمري ما حبيتها ولا يعني، بس جت لي بقى فتره كده فجاه لازم قهوه وانا حامل، كنت بتوحم على القهوه. الله. لا انا واسال الدكتور ممكن اشرب كام قهوه يا دكتور، يقول لي هي واحده بس. لا يا دكتور نفسي باكتر. هم بيخافوا علشان برضو البيبي بياخد القهوه منك. ايوه طبعا كده، بس هي رهيبه رهيبه، هي انا ده عشق من نوع خاص. حببتيني فيها دلوقتي. بصي القهوه لو معموله حلو، نفس الخامه بتاعتها كويسه وعاليه وبتديكي كل فوائدها، ليه لا؟ حاجه مفيده. انا واحده من الناس بحس ان المي تايم باخده بالقهوه. بقى الاقي نفسي مبسوطه لما القهوه بشربها كده واقعد في مود لوحدي. يعني حالا لا بقيت بعمل عليها تجمعات صحابية، يلا نخرج نشرب قهوة. وده سبب اصلا تسمية البيج عندي او بداية الفكرة، ان انا لما بدأت اشتغل على الحتة دي فرق جدا. تمام. بس هي هتاخد بس شوية وقت. احنا ما انا متخيلة اكيد هتاخد الحلقة كلها. لا 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 هتخلص. طب قوليلي برتقان والحاجات اللي انت حطاها دي ايه بقى؟ بس يا سيدي احنا في القهوة الاسبرسو، انت حاطة كمان ويبينج كريم صح؟ القهوة الجامايكا بيتحط معاها عود قرفة، وبيتحط عليها معلقة عصير برتقال بعد ما هي عليها قرفة بسيط، بيتحط قرفة وبرتقال فيها. تمام. وبيتحط على الوش كريمة للتزيين. طعمها بيطلع خطير. لازم نجربها يا جماعة، جديدة خطير جدا. خطير وحلوة. يعني هي عايزة اقولك ان الناس بتعملها بأكتر من طريقة، في ناس بتحط جوس معاها بنسبة كبيرة. انا باخد معلقه بس مجرد عشان ما يغيرش طعمها. طب انت لو بتحركي طول الوقت كده على الرمله لازم تحركي. هي بتاخد دقايق، مش هتاخد ان شاء الله كتير. انا مشغلاها عاليه واحنا هنا ده معلينه برده، بس انا حاسه ان ده واطي، انا مش متاكده ان انا الدنيا عاليه معايا. بسم الله بسم الله. ايوه هو شغال. لا هو اللي هناك اللي كان شغال اصلا. طيب هم ظبطوهولي انا، معلش بتلخبط. تمام. هي دي تمام. اوكي بس علتهالك بقى عشان تعرف. تمام. ايوه اهم حاجه علتيها لي. اوكي بس تمام. وده بياخد معاكي وقت قد ايه تقريبا؟ ده هي المفروض انه ياخد 3 دقايق. هي قربت خلاص تخش في الغليان بتاعها. احنا مجرد ما هنحط عليه الحاجات، بيتقدم بالكريمه بيبقى طعمه رائع. القهوه الاسبرسو البونبون بتاعت اسبانيا بتحط، لما بتصبي القهوه الاسبرسو بتحطي عليها اللبن المكثف، فهي اسمها بونبون. من بونبون يعني. ايوه. فهي مسكره قوي عشان فيها اللبن وفيها السكر بتاع اللبن، فطعمها رهيب. هي الفكره بتاعتها بالظبط، انت عشان بتظبطي الاداء مع الرفيعين وكده، فبتفرق جدا اللي هم النحيفين. انا بشرب كل القهوات، نحيفه تخينه مش فارقه. هي بطيئة بطيئة، المفروض تاخد 3 دقايق بالعدد، وانا حطها على ال هي بس سخنة. انتي حاسة انها سخنة صح؟ انا سخنة جدا. سخنة فعلا. هتاخد شوية بس وقت، وده انتي عليتيه هيبدأ يعمل. ونحطه بس. طيب احكي لنا بقى انتي تأثير القهوة في البيت عندك على الناس اللي معاكي يعني. لا هو انا الناس بقت رابطة اسمي بالقهوة، اي حاجة على الفيسبوك على الانستجرام صحابي كلهم منشن للقهوه. إيه الدنيا في دارتي لدرجه انت جبتي براند بنفسك؟ يعني ايه بقى عملتي براند بنفسك؟ يعني ايه عملت براند بنفسي؟ ان انا بدات اصنع القهوه لحسابي لاسمي. بدات يعني انت بقيتي تجيبي القهوه من حته من بره؟ بصي انا في الاول جبت القهوه حمصتها وطحنتها في البيت على سكيل صغير خالص، لان طبعا انت عارفه الموضوع مش كبير للدرجه. لما الدنيا فرق مع كنت دايما بدوق صحابي طعمها وايه الاخبار وايه الدنيا والجديد ومش الجديد والكلام ده، بداوا يطلبوا مني احنا عايزين ده اعمل لنا. فبدات اروح اماكن اشوف الناس بتعمل ايه، اشوف الدنيا على السكيل الاوسع. تمام. وبالفعل اتفقت مع مكان كبير عنده يعني مكان ضخم، يعني انا حامل زي خط انتاج خاص بيا عندك. وبالفعل بسم الله الرحمن الرحيم بدانا نشتغل،
وبدا يبقى لي خط انتاج خاص باسمي وبيا. هو اسم البيج بتاعتك ايه؟ قهوتك معايا. قهوتك معايا لغه عربيه. قوي. واسم الكتاب كده برضو قهوتك معايا. حلو قوي. عملته كنوع من انواع عشان يربط مع الناس او قبل ما تفتحي كافيه حاسه يبقى في الزمالك او في المعادي. انا حابه في التجمع. التجمع عندنا التجمع بالنسبه لي قريب اكتر فجنبي في الناحيه الثانيه في الخريطه. انا حاسه ان ده مش برده مش عالي. لا ده هو ده كده اعلى حاجه شايفه اللون الاحمر اهو. طيب هو قرب ان شاء الله. انا حاسه بس احنا علشان حاسه ان الدنيا بطيئه مش عارفه ليه عشان اتاخرنا عليه في ان احنا نعمل. هما اللي قالوا لي مش انا. معلش ما ركزناش في النقطه دي. لا حصل خير. بس انت برجك ايه؟ انا حوت. الحوت. ليه؟ مشاعره قويه كده ومعطاء. كائن حالم ومعطاء وبيحب يساعد كل الدنيا وهي دي صفاتي الحقيقيه. دي حقيقه. بس فالحمد لله قربنا نخلص خلاص. انت بقى بتعملي ده على في البيت برضو كده على الرمله؟ انا في البيت الوحيده اللي بشرب قهوه. جوزي بيشرب قهوه في الشغل مش في البيت. إيه؟ فقليل لما انه يشرب قهوه في الشغل ما يشربش قهوتك. لا هو بيشرب قهوتي في الشغل عشان انا عامله له فرد بالعافيه. قهوتي بياخدها معاه. انت عامله له القهوه في البيت وبياخدها معاه الشغل؟ ايوه بياخد في الترمس وبياخد بن من البن بتاعي بيعمله في الشغل. كده انا قلت يعني انا بشرب قهوتي في البيت وجوزي بيشربها في الشغل. لا على حسب بقى طبيعه الشغل. ابتدت لازم تشيليها سوري سوري خضتني كانت عاليه. هي كانت عاليه زياده. معلش احنا هنبدا بقى نحط ده. اوكي بسم الله كده هنحط من هنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عشان ما نسيبش الباقيين كده. احنا خدنا دي اللي هي اول واحده. اللي هي اول واحده دول شغالين. هنبدا بقى نحط ال انا حاسه فجاه كلهم هيفوروا فجاه. مره واحده هو ده اللي بيحصل بنت. دي كلنا مستنيينهم فجاه. معلش معلش كله مره واحده. نأسف على هذا. بسم الله هي دي خلاص قربت برضه تخلص. ده بمجرد ما احنا عملنا ده الكنترول جه من الريحه الظاهر. للاسف لازم نطلع كمان فاصل. حاضر انا خلاص بنخلص ويعني ايه مجرد ان بس الناس تشوف شكلها ده كده اللبن المحلى المكثف بالظبط. في ناس بتلخبطوا ما بين الكريمه المخفوقه واللبن المحلى. ده لبن محلى مكثف. دي خلاص برضو خلاص اهي بصي بتقلب خلاص يعني لو انت شايفاها من هنا واضحه بالنسبه لك. تعالوا نبص كده. ايوه ابتدت اهي تسخن بالظبط. هي ابتدت خلاص ممكن تفوق في اي لحظه على فكره. ايوه هي قدامها ثواني ان شاء الله ان شاء الله. هي كده كله اشتغل مره واحده زي ما انت قلتي. هو بيتقدم كده كده. طب انا هحط دي قدام في اي حاجه هتحط عليها تاني؟ لا لا خلاص دي اول واحده كده خلاص. اول واحده اهي بصوا باللبن المحلى مكثف بتتقلب طبعا عند التقديم صح؟ ايه طبعا لان عشان بقى ياخد الميكس بتاع طعم اللبن وطعم السكر بتاعها. ودي الثانيه اهي خلاص برضو. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنحطها هنا. انت اكيد جايبه بقى تشكيله فناجيل تجنن. انا جايبه لك معايا الحاجات كلها بالظبط. وهناخد بس ثانيه سوري احنا ممكن نحط عليها الريحه مش معقوله بجد. حبيبتي في القهوه. وي بسم الله. المفروض بتحط ده كده جواها. ايوه والمفروض ان احنا بنجملها في حته الاورنج. معلش طب هاتي بالسكينه انت. أيوة. حطي الثانيه بقى عشان اظبطها. انا مش هي عايزه تتحط حته منها بس انا يعني انا اللي غلطت ان انا ما قطعتهاش. تسلم ايدك كده. يا سامي. بس كده ولا نص اي حاجه يا واحده او اتنين يعني هي الفكره ان هي بتتقدم كده. تمام كده دي تمام. حطها قدام عشان أيوة. تحطوا كله مع بعض ونخش في اللي بعدها. بسم الله دي خلاص اخر حاجه. اخر واحده بقى. بصوا انا بس دي هلفها لكم كده عشان ايه بيبان بس الحركات اللي في الجنب. دي خلاص برضو عشان والجهاز ده ايه؟ ده انا كنت جايبه اللي هو بتاع اعمل الاسبريسو صح؟ كنت جايبه اعمل بيه يعني اسمه ايه ده بسم الله الرحمن الرحيم. كنت هعمل بيه الاسبريسو بس انا قلت لا ده احسن. فانا نسيت وخدته معايا. شايفين اهي برضو وبيتعمل بيه لو انت زي ما انت بتقولي بتحبي الاسبريسو باللبن. يا سالي ده بيعمل اللبن المخفوق. عارفه فكره لما تيجي بجد لو عملتي لو عملتي كتير
بيعمل خفق للبن زي المحلات. أوكي. مكان الماشين يعني هو الفكره. احنا في المانيوال، انا بحب الحاجات المانيوال شويه، بحس ان بتدينا نكهه احلى والحاجه بتطلع مظبوطه اكتر. تمام يلا بينا. خلاص هي دي، خلاص اهي بصي بدات. يلا بسم الله. عشان المخرج هيقيه هيقتلني. انا اسفه انا اسفه والله. خلصنا خلاص، هي دي اخر واحده. وانت جايبه حاجات اللي هي القهوه دي منين اصلا اللي انت كنت بحاطه فيها دلوقتي و جايباها منين؟ انا ما فيش حته بتبيع حاجات قهوه ما بشتريهاش. اوكي. انا تقريبا بشتري كل الحاجات اللي ليها علاقه بالقهوه. انا ما شفتهاش قبل كده بصراحه. ايه دي؟ دي السنه دي انا جبت دي من الساحل. اوكي. في هناك ناس في سوبر ماركت مشهور قوي هناك بيعمل الحاجات قدامها اسيان ده كده، فجبتها من هناك. اوكي. بس احنا خلاص خلصنا، نحطها بقى عشان بس عايزه نبقى خلصنا. معلش اتاخرت، انا مش عارفه هي ليه بطيئه، المفروض ان هي كده خلاص. طب يلا علشان ايه؟ بسم الله هتدينا الوش وهتدينا كل الحاجات باذن الله. تمام. جميله. أوكي. جميله. حطي دي جنبها بقى عشان شكلها حلو. حاضر. دي هتقدمي عليها ايه؟ الويب كريم؟ الويبنج كريم المفروض نحطه على دي، انا نسيت. لا عشان تبان كده حلوه. هي كده احلى. الويبنج كريم المفروض يتحط مع دي. تحفه تحفه تحفه. معلش انا اللي في الاخر اهي. بصوا الحاجات الجميله يا جماعه، شكلها جميل قوي قوي. تمام معلش سوري. تحفه. تسلم ايدك. بس همسح كده عشان عشان مكان القهوه بس. وبرده ايه انت عايزه على عليها على الوش؟ ايه تبقى اخر حاجه نحط على الوش بس كده حته. ايوه. تسلم ايدك يا سيدي. بس اهي حته كريمه كده. تسلم ايدك. كنت بعشق البتاعة دي على بقي على طول كده. دي عبقرية عبقرية في الكريمة فعلا. انت نورتيني النهاردة بجد. مثالي جدا. هاي نورتيني، ريحة المكان بقت كلها قهوة تجنن. تسلمي. عايز تقولي اي حاجه قبل ما نروح الفاصل؟ ميرسي. انا مبسوطه بيكي ومبسوطه بمطبخ سالي وكل حاجه بتقدميها جميله بجد. وميرسي على يعني على وقتك. ميرسي خالص. شكرا حبيبه قلبي نورتي. ميرسي. يا رب الفقره تكون عجبتكم.